النظر عن العالم نظريات سايحة. المؤامرة وقصص المؤامرة، دعني أقول لك فد شيء. الولايات المتحدة الأمريكية غاسلة إيدها من الشرق الأوسط كله. عجبنا والله هذا زيادة. الكلام، صدقناه، ما صدقناه، نزل على هوانا، لأنه للأسف الشديد أكو فريق كبير جدا من العراقيين يحلم بلحظة مثل 2003 عندما جاءت أمريكا وشالت نظام وجابت نظام. ولهسه حتى في تشرين أكو ناس يعيشون في هذا الوهم، وهم أن أمريكا ستأتي وتغير. أنا مو ضد هذا الوهم ولا معنى، بس أنا أقول أنه وهم وهم حبيناه غاسل ايده، محبيناه لن يتحقق. غاسل هذا ايده، وهم غاسل إيده بالضبط، غاسل ايده غاسل إيده. عندها لا عندها قاعده علي الاسد وغاسل ايدها، عندها قاعده غاسل بلد نعم. وغاسل ايدها، عندها واقع قاعده رسمتها حرير، بغاسل إيده. عندها قاعده حرير وغاسل ايدها، عندها سفاره أستاذ 80 كيلو، أستاذ 80 أحمد، كيلو متر مربع في نص المنطقه الخضراء، 7000 موظف غاسل إيدها وغاسل ايدها، عندها قنصليه أستاذ اكبر أحمد. قنصليه بالعالم باربيل الان وغاسل ايدها. لعد لو بقيتها وسخة كان شلون؟ أستاذ قاعدة أحمد وداعش حبيبي، حطتها بالعراق وغاسلة إيدها. لا لا، هاي ما داعش، أنتم حطيتوها أختي، ما حطيتوها. خلينا من الجدل. هاي أنتم جماعة داعش، خليها. إيه أستاذ أحمد حبيبي، جوز أولاً تركيا يا جماعة أمريكا داعش. أخلت قاعدة السيلية في قطر. قاعدة السيلية أكبر قاعدة إلها في الشرق الأوسط كلها، مو حرير ولا المطار ولا مدري إيش، هاي واحد. اثنين، امريكا انسحبت بعد ما صرفت تريليون دولار في افغانستان، سحبت من افغانستان. ايه امريكا تعلن رسميا انها في طريقها للانسحاب من الشرق الاوسط. اذا كنا ما نقرا لغه انجليزيه هاي مشكلتنا، مو مشكله امريكا. زين، نقرا ونشوف التقارير الرسميه المعلنه. معلنه امريكا ستنسحب. ارجع لصلب الناس. الموضوع، تنسحب من الارض. ساتفق وياك يجوز، طيب بس تأثير نرجع مجلس مرة الأمن ثانية. وعدها ترجع لأيام التسعين، شلون تأثرت أمريكا، أخذت قرارات أمريكا تضرب، تريد فعلا، يعني ترجع، أمريكا لا تريد عفوا، فعلا يائسة، يعني تنسحب وتغسل إيدها يائسة، خسرت مثل ما خسرت في أفغانستان تخسر بالعراق، وعندها أدوات أخرى تشتغل بها. ما خسرت بأفغانستان، نعم هي خطط أدوات لأفغانستان، مثل هذا الحصار الاقتصادي، مثل قضية المقاطعة، هذه تفعل تحدثها أمريكا، وربما ستنجح في مجلس الامن على حمل مجلس الامن، رغم عجيب هاي انه العدة، كما أنا قلت مش لك قبل هتفكر. قليل وارجع واكرر، مجلس الامن بخمس سبحان الله. اعضاء متضاربين في الاراء. أي. يعني سنه 2003 اعضاء حلفاء لامريكا لم يوافقوا على اعطائها الضوء الاخضر لكي تهجم على العراق، يعني المانيا وذلك ما وفرنسا، هجمت مو المانيا، فرنسا رفضت اعطاء الولايات دكتور المتحده الناصر، الامريكيه الموافقه. حتى ايام نحن نرجع النقاش، مره ثانيه حتى للموضوع. ايام النقاش